يلا ناخذ المقادير سوا. معكرونه سباجيتي مسلوقه، دجاج مسحب وجزر مبروش، بروكلي مسلوق، بصل مفروم، زيت نباتي، ملح وفلفل، زعتر ناشف وصويا صوص. شكرا. يلا انا بس بدي اعمل شير على السوشيال ميديا عشان اي سؤال عندكم في بالكم، اي تصبيحات كمان، واحكوا لنا كيف الاجواء عندكم خصوصا لابناء المحافظات، اخواننا وحبايبنا واصدقائنا. اكيد طبعا ارقام الهاتف رح تظهر على الشاشه لحتى تتواصلوا معنا، اي سؤال بخطر على بالكم الشيف علا حاضره. اول مشروع هبه بس تروحي من هون، شو بدك تعملي؟ شو الطبخه اليوم؟ طبخه سريعه. يلا خلينا نشوف طبختنا اليوم، سريعة وخفيفة ولطيفة، بدها شوي. هي احنا طلعنا لايف من خلال صفحة التلفزيون الأردني وصفحة يوم جديد، وحتى كمان على صفحاتي عبر منصات التواصل الاجتماعي. خلينا نشوف شو بيحضروا الستات هلأ لرمضان، زي ما بقولوها فرطت. العد التنازلي. طيب رح نصبح معاكي بس خليني أعمل شير أنا لحتى نوصل للجميع إن شاء الله. بدي أقول لعمران عودة صباح الخير، بدي أحكي كمان ل مين كمان؟ وسيم العبادي صباح الورد. نعم الكومنتات عم بيروحوا وبيرجعوا. يلا لوقت ما نشوف مشكلة على اللايف. طبعا علا اليوم احنا اغلب الاولاد ما في مدارس، اليوم اونلاين. انا نيمتهم للاسف بدري. اها ويلا نام يلا نام، بعدين محسوبتك شديدة شوي فدائما عامل حسابي و يلا ناموا يلا ناموا. فالصبح يعني هيك انت راضي نيمتينا اي نعم النوم صحه حتصحح له وقايل لا فالله يحماهم يعني كل شيء لمصلحه الطلاب والمعلمات يعني اكيد مع فخلي راح اللايف دللوا دقيقه شو معنا رحيم تمام. هلا حطينا الزيت النباتي وكملنا معاه بإضافة البصل المفروم ناعم. تمام تمام يا أمر. هيك بشكل سريع طبعا أنا بخلي الزيت درجة حرارته تطلع كتير باستخدام الوك الياباني لحتى أخذ هيك لسعة تحمير للبصل بدون ما يدبل، يعني أنا متقصدة هاي الحركة. حلو تعطينا طعم أطيب. نعم أكيد. بعدين رح ننزل عليها بشكل سريع ولا بدها إشي. المعكرونة إحنا كنا بنعرف إنها بسيطة، رح نستخدم إلها جزر مبروش هالشكل، هذا رح أخليه للديكور. روعة. وكمان رح استخدم منها اللي هي زهور من زهور البروكلي. غليت مي، حطيت في المي سكر وهي حبه البروكلي قدامك ابدا لونها ما صار اصفر ولا ابيض. روعه. السكر بيحافظ على اللون الاخضر في داخل البروكلي. يعني تقريبا لتر مي الى بكاسه الشاي حطي له سكر. تمام يلا رح نروح نقلبهم مع بعض. هلا الخضره هذا يحطوا اللي بدهم اياه، شو هي حابه الست تحط. أكيد أنا بس شفت العدس والسباجيتي فكرتك عاملة كشري. عملنا كشري بجنن زاكي صراحة. هالشكل بس هيك رح نقلبهم تقليبة بسيطة. هلا معروف هبة يعني الشغلات اللي بنحطها مع الصويا صوص والمعكرونات عادة يكون فيها يعني هيك البنتل بوصل لدرجة فيها اللي هي القرشة، ما بنخليها تدوب على الآخر. فمهم كثير كثير بإنك أنت إيش ما تخلي الخضار معك توقع أو تنزل سوائلها. بلش الجزر عندي يتغير لونه بهالشكل. هلا هون رح نحط زعتر ناشف. بسم الله الرحمن الرحيم. هالشكل تمام ونقلبهم. معك يا أمر رح نصبح عليهم. سامي تايه صباح الفل، أحمد سعد صباح الخير، شام الأصيل صباح الورد يا شام، نجاح عودة يسعد صباحك وشكرا لك. كمان نور يا نور صباح الخير، هنادي حسن صباح الخير من الطفيلة. قولي لنا كيف الثلجات عندكم؟ أكيد بدي أحكي صباح الخير كمان لأحمد العليمات، يسعد صباحك يا رب. وهنادي بتقولنا صباح الثلوج. سمية الرمحي صباح الورد يا سمية، وأم حسن كمان يسعد صباحك يا رب. شمس النهار شكرا لإلك بتقولنا إنه بجبل الحديد بلش الثلج. يا سلام حلو حلو كيف هلا الأجواء برنا. يلا الله يحماهم جميعا، بس المهم الكل يعمل احتياطاته ويديروا بالهم على هالصغار الله يحماهم. هلا رح نحط صويا صوص، حكينا إنه في بالصويا صوص بالأسواق لايت.
مكتوب عليها صويا صوص لايت. هلا هاي مالحه، فبدك تديري بالك على موضوع الملح. تمام على طول حسيت تشاينيز عم نعمل قريبه كثير، خصوصا انه يعني انا لما اخص في البيت مش عارف ايش بدي اعمل، او ما عنديش خضره، او ما عنديش لحمه، ما عنديش دجاج، خلاص يعني نسلق باكيت هالمعكرونه ونمشي حالنا. تمام، يعني حبه جزر ونكهه بروكلي بتقضي الموضوع. اكيد. بدي اقول لام اشرف ترقيبات صباح الخير، سهى محمد عليان صباح الورد، عبير كمان صباح الخير، ورده المشاقبه يسعد صباحك يا رب، ام جميله صباح الخير بتصبح علينا وبتصبح على امها وابوها يسعد صباحهم يا رب والله يخلي لك اياهم. أحمد سعد كمان صباح الخير، أم عدي يسعد صباحك يا رب، وأبو عدي الصقر صباح الخير. اعتدال خالد حبيبة قلبي أنت العسل يسعد صباحك يا رب. عزمي يا عزمي صباح الورد. والله في كتير أشخاص تفيق بكير. حلو النشاط، بعدين اللي بصحى مع المدارس خلص متعود، يعني لو ما عندها طلعة من البيت الست ما هي متعودة بصحى. حلو تمام، شايفين زي ما قالت هي قريب شوي من التشاينيز. هلا الدجاج قطعناه جوليان وبعدين حطيناه بمقلايه مع رشه هيل واخذ لون هيك اشي حلو مع لون الصويا صوص، بكمل معاكي الطبق بشكل سليم وحلو ومرتب. تمام روعه. حسان الرمحي كمان صباح الخير، رجاء بدويه صباح الخير، اسلام الرياحنه صباح الخير، رفيف كرم من السعودية عم تحضرنا يسعد صباحك يا رب، انت الحلوة يا قلبي، اكيد بتصبح علينا وبتصبح على جوزها عفوا امجد واولادها حبايب. راح الحر ابا وابراهيم لازم يشاغبوا ما بيقدروا. سليمان يا سليمان، سليمان الحمايدة صباح الخير، انا ما برد والله برد على التعليقات. يلا ايوه بس بدي اشغله كمان. ام فراس كمان، ام فراس ياسين صباحكم عسل، انت العسل. ام نضال المومني يسعد صباحك يا قلبي. هلا انا المعكرونه قياسها 16، في سباجيتي هاي نازله بالسوق هي بتشبه شوي الفتتشيني. تمام، هي عريضه شيء بسيط هيك عشان ما تغلب الاولاد، واحسن من السباجيتي الثانيه اللي هي شوي فيها نشا كثير. بالضبط. فكتير شكلها حلو مبهج. مي مغليه، زيت نباتي وملح حطيناها، بعدين نزلناها تحت الحنفيه توقف عمليه الطهي. مباشر عليها زيت، شايفه ايدي كله زيت، حط عليها زيت وضل الكيكه تحركيها. ما احلاها، مو خبصه لو تقعد اسبوع هبه بتبرد نهائي ما بتخبص. روعه كثير مهم. تمام، هلا هون حطيت انا الطنجره، راح احط صويا صوص فقط ورشه فلفل واحط المعكرونه. بسم الله الرحمن الرحيم، بعدين بدوق الملحات. تمام اوكي، شايفه انا بحطها عشان ايش؟ تبلش تعطيني الشغل والطعم الصح. بسم الله، يا سلام عن جد يا سلام. يلا يا محمد البخيت يسعد صباحك، ام لؤي الزيود صباح الخير، عبد الرحمن صباح الخير من ابو فواز العدوان يسعد صباحك يا رب، صوفيا الزواهري كمان بقولها صباح الورد، سلام يا سلام صباح الخير، ومها حبيبه قلبي بدها طريقه سلطه الكينوا اللي عملتها الشيف من كم من يوم، هيها على صفحتي نازله. يا الله شو ذاك، والله هل صراحه عملت ضجه كثير كبيره لانه فيها مكسرات نيه وفيها فواكه مجففه كثير طعمها زاكي. صويا صوص، المعكرونه اللي سلقتيها وفلفل. ذوقي بعدين اذا شعرتي انه بدها ملح حط. تمام. زينب عبد الرحيم يسعد صباحكم وصباح الاشياء الزاكيه. وسيم العبادي بقول لك كيف حالك يا شيف؟ انا الحمد لله فضل من الله. ام اشرف المومني حبيبه قلبي يسعد صباحك، ندى صباح الخير من أثينا. والله يا سلام، كيف الجو عندكم احكي لنا. عبير حياصات صباح الخير، إيمان عودة يسعد صباحكم من فلسطين، على شديفات صباح الخير، وكمان عناد المناصير بيصبح علينا من جبل الحسين. عزمي يا عزمي شكرا. كوكب المعايطة كمان صباح الخير، وأبو علي النمر يسعد صباحك، ومعانا اتصال من روعة. صباح الخير. يا أهلا، إيش الطبخات الحلوات اليوم؟ أنت الحلوة واسمك الحلو. تسلمي يا قلبي،
شو يا روعة؟ قولي لي كيف الجو عندكم؟ من وين عم تحكينا؟ برد كثير، برد كثير اليوم. من وين عم تحكينا يا روعة؟ من إربد. من إربد. والله إربد هلا برد. برد. والله برد كثير عم. والله شكلها مترترة. صباح القمر، أهلا وسهلا. شكرا لك. هلا حبيبة قلبي، أهلا بالحلوين. شو يا روعة؟ قولي لنا. خلاص؟ بردانة روعة. يلا يلا حبيبتي. مع أم سلطان المناصير، يسعد صباحك. محمد معين، صباح الخير. أبو نهاد، صباح الخير. مين كمان؟ مين 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 مين؟ أم سفيان، صباح الورد. يا أبلة، عجيب صحن. يلا يلا يلا. شكلها بشهي عن جد. هلا اذا بدهم يخلطوها مع الخضار بصير. بسم الله. وسهله وسريعه. بسيطه وسريعه، وحطي هالخضره وطعمي بالبلال. صار اساس بحب البلال ومحبوبه. ما برضه انت هيك بتعملي شويه بلانس في مطبخك ما بين الخضار وما بين الجاهز. اولادنا مع ثوره التكنولوجيا صاروا يروحوا كثير للجاهز. يعني انا واحده زيكم بشوف الولد على السوشيال ميديا على تيك توك بشوف وجبه. بتحجج انه طبخة البيت مش زاكي، تخيلوا انه طبخة علا مش زاكي للاسف. تجي يقول لك لا مش عاجبتني الطبخة، شو رأيك توصيلي من فلان؟ بفتح برجر هاي اللي كلها مليانة صوصات، يعني حتى اولادنا كمان صار السوشيال ميديا تأثر عليهم طبعاً. بطريقة انه ما بده كمان اكل البيت، فأنت حاولي جيبي أكلة المطعم أو الشكل اللي برا بس بإشي مفيد من تحت إيدك. بالزبط. أأمن لصحة أولادك طبعاً. صحة وهنا على قلبكم. هي حطينا شوية بروكلي، حطي لك شوية اسبرغوس كمان بطلع كتير زاكي. وصحة وهنا على قلبكم بالعافية.